شكرا كثير منيح انت عم تشوفوا هذا الفيديو. فكره الفيديو لليوم كثير طلبتوها مني بالتعليقات، واللي هي مين بيعرفني اكثر، اخي ولا صديقي المقرب؟ انا صرت محضره كل الاسئله موجوده عندي بالموبايل، فهلا حاسالهم. فاشتركوا بالقناه لنوصل ل 7 مليون مشترك باسرع وقت ممكن، وبس خلونا نروح هلا للفيديو. السؤال الاول، شو اكثر شخصيه انا بحبها؟ بس هذا السؤال ملغوم، يعني ممكن تكون شخصيه كرتونيه، ممكن تكون شخصيه مشهوره، ممكن تكون شخصيه بالحياه. اي شخصيه بالحياه. طيب انا جاهز. انا جاهز. واحد اثنين ثلاثه. ارجوني لإلي لحظة. أنا اخترت ميكي ماوس. ماما وميكي ماوس أكيد أشرف. شفت كيف؟ ماما أكثر شخص بحبه بالحياة ماما. شفت هي عن جد يا واحد صفر. السؤال يلي بعده، أكثر مغني أنا بحبه. رامي شو حيعرف؟ شو شي ما حيعرف، ما حكينا ولا مرة بهالموضوع. لا تتنقل، أنا خالص. إيه خلص أوكي، أرجيني رامي. لحظة نسيت اسمه. طيب انا فيني احكي شغلات بتدل عليه؟ فيك اكتب اذا نسيت اسمه. طيب انا كتبت مغني لبناني بغني معود، ما عاد اتذكر له دقن طويلة، شو كان اسمه؟ غلط. معود؟ ارجيني. تامر حسني. صح. تامر حسني ايوه. انا لما كنت صغيرة كنت كثير احب تامر حسني، كنت عن جد كثير 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 احبه. طب انت مرة حكيتي لي في مغني بغني بغني على عود. صح 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 بسوريا، ومرة صورته كان قاعد عم يغني هيك وكثير رايق. يا الله يا الله شو حلو. لحظة، جورج خباز. بيت حبيت اكثر جورج خباز ولا تامر حسني؟ هلا جورج خباز، بس قبل تامر حسني كل حياتي كنت احب تامر حسني. بس يعني مين الفايز؟ المعلومات الحديثة عندي حبيبي. انت ما عرفت اسمه اساسا. واحد طيب هاسالكم سؤال بعده اوكي؟ يلا. وانتم كمان اكتبوا بالتعليقات كمان شو تتوقعوا اني انا ممكن احب. ما معكم انتم كمان خمس ثواني حتى ايه حتى تجاوبوا اوكي؟ شو كنت بحلم يصير بالمستقبل؟ يا الله هذا السؤال كثير حلو. عم اخطط. اكتبوا انتم بالتعليقات انا شو ممكن اكون بحلم هيك، كيف بتعرفوني وبتحسوني على شخصيتي؟ شو بتتوقعوا اني انا كثير بحلم اكون؟ انا جاهز. وانا جاهز. ارجيني. اثنين ثلاثه. طب ارجوني. انا كتبت محامي قانون دولي للدفاع عن المرأة. انا كتبت طبيب. لا محامي. شفت؟ لا غلط. لا لا ليش؟ ليش؟ لانه ريما فاتت اول شيء كليه الطب، لانه كانت سنه درست سنه طب بس ما حبيتها. لا شفتيها كثير صعبه. لا لا ما حبيتها والله العظيم ما حبيتها، درست سنه طب وتركتها ما حبيتها ابدا. 2-1. صح. انا بحب اكون محاميه بشتغل بالامم المتحده او قانون دولي. شفت كيف؟ معلومات الحديثه عندي. هو نفس مجال دراستي. معي بس كثير. اوكي. طيب، كم بلد أنا زرت؟ هي صعبة، ثواني ثواني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بدنا نعدد شو هن البلاد ولا لا؟ بس لا. بدنا نقول. رقم. أنا جاهز. شو كل الأرقام؟ أنا جاهز. أرجيني. واحد، اثنين، ثلاثة. أنا بقول رقم 8. أنا 6. لا، 8. 6. عدل لك يا هون؟ عدل لي. روسيا، سوريا، لبنان، الإمارات. هدول تزايرتيهم. ايه روسيا عايشة فيها، والإمارات تقريبا عايشة فيها. ايه ولسه في فرنسا، ألمانيا. ألمانيا. النمسا. النمسا. التشيك. التشيك. شفت؟ 8. ما ذكرتهم هدول، بس الله هي ولبنان. واحد حبيتها للبنان. رامي عم تخسر رامي. شو السبب يلي مرة كان خلاني رح موت؟ أنا هيك ما بعرف عنها شيء. عن جد؟ أتوقع توقع. بتوقع حادث السيارة. اثنيناتكم صح. كان عمري 18 سنة تقريباً وكنت راجعة من الشغل بالسيارة وصار في حادث وهيك. هل أنا وقت اللي بلشت قناتي باليوتيوب كان بدي سمي القناة باسم تاني، وهل بعد فترة كان بدي غيره؟ شو؟ أنا جاهز. وأنا جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. لا لا لا. استنوا على فكرة. طب احزن. طب قولوا السبب. أنا لأنه وقت اللي أنا كان بدي أفتح قناة فسألتها لريما، قلت لها طيب شو أفتح، شو بتتوقع إني أنا أحط اسم القناة؟ فقالت لي بس حط أشياء. هذا الشيء كثير حلو إنك أنت إلك اسمك وأنت بتفتكر فيه وبس سمي أشياء. بالضبط. فلهيك أنا توقعت إنه هي وقت اللي سمت قناتها باسم ريما فخلص يعني هذا الشيء هي مقتنعة فيه ومنتهي بالنسبة لها. صح. طيب حأسألكم
هلا سؤال، شو اكثر محتوى انا بحب تابعه على يوتيوب؟ سهلة، عندي قناتك بشوف شو بتتابع بالهيستوري. هو الفكرة انه انا بتابع محتويين، فعايزة ان حيهزرون. يلا انا جاهز. اوكي. ثلاثة. هدلول اللي فوق. لا شو؟ بتحب قنوات اللي بيختصروا الافلام وبصيروا هيك بيحطوا مقتطفات سريعة وبيحكوا الفيلم خمس دقايق، هدول اللي انا بكرهه. وبتحب القنوات تبع التجميل، تعالوا تشوفوا هدول شغلات التجميل. بس شو بتحبي اكثر، الفلوجات وقنوات السياسة؟ ايه انا بحب قنوات السياسه كثير. صح، ايه واختصارات الافلام. صح تمام. فانا عندي اثنين صح. انا عندي واحده صح. خلص معناها رامي. قدمنا ثلاثه اثنين. ثلاثه اثنين. اوكي ايدهم على الدفتر. في فيديو يوتيوب حملته بس ما نشرته؟ في، هو يعني مو فيديو، هو مثل فيديو قصير مدته دقيقتين ونص، فانتوا احزروا لحالكم شو هو اللي ممكن يكون دقيقتين ونص. ما انا ما عندي علم فيه. شو هي قبلك؟ انا في غنية كتير بحبها، فبلشت غنيها وحطيت رسمت هون حواجب وزبطت ثياب ومدري شو، وقعدت ارقص رقصات كتير كتير بتضحك على الكاميرا، رفعتها على اليوتيوب وما نزلته. اذا حابين تحضروا هذا الفيديو. لا ما ححضركم اياه. لا هو فعليا بضحك. هلا بس نخلص تصوير بدك تفتحي تأجيلها. يا ثلاثة ايش؟ طيب اي والله. شو أكثر مبلغ أنا صرفته بالشهر؟ مبلغ فضايع. قولي 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 بالشروة لوحدك شو أكثر مبلغ أنا صرفته؟ إيه بالشروة الوحدة أغلى شيء اشتريته بحياتي. بعرف أنا شو. والله أنا بعرف لك مصاري كثير. بعرف ثواني. أرجيني شو؟ أرجيني أنت شو؟ أنا قلت اللابتوب ماك مع اكسسوارات، وخطر على بالي اكتب ذهب، بس تذكرت إنه اللابتوب الماك أغلى من الذهب. لا إيي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 ي
بكيت فيه وما بدي صوره. أنا بوجودي ما بكيت الفيديو لأنه ما بدك تصوري. بلا كان في. كان في؟ خلص لا تنقلي. يلا معك وقت. فيديو الأخطبوط. لا فيديو الأخطبوط مو أنا اللي بكيت فيه. أجي أخطبوط مقرب. فيديو البوالين. البوالين. يلا صار. لأنه نحن زرعه من البوالين وكانوا عاملين متاهة من البوالين، ووقتها كنا مصورين فيديو على ريمي كان لازم نلبس هيك مثل أشياء كتير بتطقطق البوالين ونفوت بهي المتاهة وبدون ما نطقطق بوالين. يا إلهي شو كان بيخوف، ما بتصدق. أنا فتت للنص وأنا مشكلتي قلت لكم بنقص، فأنا فتت للنص وبطلت أقدر أرجع وروح لأنه أي بالون بطق أنا هيك بعمل وعلقت وصارت تبكي. أغلى شغلة بخزانتي. أنا بعرف. شو شي بيعرف؟ هون شو شي بيعرف؟ وحدد الماركة. لحظة شوي. لحظة شوي. حدد الماركة. فظيع. لحظة شوي. أوكي. أنا جاهز. شنطاية جوتشي البيضة. شنطاية برادا. اللمعة. اللامعة. لا. أغلى من الجوتشي. الجوتشي البيضة آخر. لا الجوتشي البيضة آخر واحدة جبتها هي أغلى من البرادا. آخر واحدة. أغلى من البرادا. بسم الله ما شاء الله. سرقة خزانتها أهم من سرقة أي شيء بالبيت. شو زمرة دمي؟ هي سهلة. زمرة دمك نفس زمرة دمي أو إيجابي. صح. أو إيجابي. أو إيجابي. نفس زمرة دمي. كلياتنا أو إيجابي. حتى أنا. حتى أنت أو إيجابي. حتى هو إيجابي. إيه. يا جماعة اكتبوا لنا بالتعليقات أنتوا بتعرفوا زمرة دمكم ولا لسه ما سألتوا عنها. أنا أو إيجابي. وأنا أو إيجابي. أنت أو إيجابي. شرفنا. طيب. النتيجة ستات. شو أكثر ستاتوا من بالكم؟ والله ليك عم سجلهم جم كل واحد. إيه. شو أكثر فيديو جاب على قناتي مشاهدات؟ أنا جاهز. شو كان اسمها هذيك؟ واحد. استنى. ثلاثة. أنا بعتقد جراني بس شاكك إنه يكون مدرسة. المدرسة الشريرة أو اتصلت على الراهبة. هدول أكثر فيديوهين جايبين بقناة ريم. اتصلت على الراهبة؟ المدرسة الشريرة 17 لا. مليون يمكن؟ لا المدرسة الشريرة هلا 24 مليون. 24 مليون. تقريباً أو 22 مليون. والله ما بعرف. حنشوف دقيقة. 22 مليون المدرس الشرير. أنا كمان كاتبها. أنت كمان كاتبها. تعالوا. طيب اللي بعده.
يلي بعده كمان مدرسة 19 مليون، يلي بعده جراني 16 مليون. انا كاتبه جراني. خلص نحن من اول تعادل. لا انا فايز 16. حاسألكم هلا سؤال، شو الذكرى يلي انا ما اخترعتها؟ ضعت بالغابة، علقت بالحمام، ولا انحبست بالكراش؟ لا استنى استنى طول بالك، في وحده في وحده اخترعتها. واحد تنتين صح. اوكي شو تنتين الصح؟ في تنتين صح ولا وحده صح؟ تنتين صح. في وحده كذب. ايه شو الكذب؟ انا جاهز. وانا جاهز. واحد اثنين ثلاثه. علقتي بالحمام هي الكذب. وانت ايه؟ علقتي بالحمام هي الكذب. وبالجراج كم ساعة ضليت بالجراج؟ يا جدبان علقت بالحمام مليون مرة بس بحمامات البنات. شو يعني؟ وقت اللي فوت على حمامات البنات مرات فوت اقفل على حالي باب بطل اعرف اطلع. يا مرة تكون ما تفتح او شيء. ايه ضعت بالغابة ولا مرة ضعت بالغابة؟ بلا وقت سافرنا على القطب الشمالي وضعتي هنيك بالغابة. غابة ولا مو غابة كانت؟ هذيك ما رحت ضعت. هذيك مو غابة. هذيك لحظة هذيك ما كنت ضايعة بالغابة. بس ما كان في حمامات. استري شو قصة علقتي بالجراج؟ علقت بالجراج سبع ساعات كاملة ضلت بالجراج فاتت سبع ساعات؟ ايه نحن كان عندنا جراج فريما راحت على أساس تجيب أغراض فيه. اه راحت لحالها فتحت الجراج وهو بينفتح لفوق. فاتت لجوا عم سكر. ايه فهو كيف بينفتح؟ هو بينفتح لهيك على حالك ولفوق. عم تسكر عليها وهي ما قدرانة تدفشوا لهني. كم مرة أخذوني على مخفر الشرطة؟ ليش هيك عم تتبلوا علي؟ لانك بتضلي بتضيعي مسبوري. بتروح على مخفر الشرطة ضيعت مسبوري. مرحبا ضيعت بس صار يسلموا عليها بالاسم مرتين. انا حكيت الاجابه الصح. ليش ثلاثه؟ مرتين وقت ضيعتي باسبورك، ومره وقت اخذ رفقاتنا على المخفر. اه صح لانه مخالفين كانوا وانت رحت كمترجم. صح راوند. اوكي السؤال الاخير والحاسم. آه استنى طول بالك والخسران رح انشر رقمه بكره على الانستغرام. ايه انا الفايز. لا ثواني شو انت الفايز عم تحكي بدك تنشر رقم لانه هو فايز غير رقمك طال عمرك. استنى شوفوا شو رح اقلكم. شوفوا انا بالجامعه فزت بمسابقه الغناء التمثيل او الالقاء، باي وحده انا فزت؟ انت فزتي؟ ايه في وحده صح؟ ايه مستغرب انت فزتي في وحده صح؟ ما قلتي لي عنها. بالعادة هيك شغلات بتفوزي فيها بتقليلي عليها. يلا واحد اثنين ثلاثة تمثيل. شو يلا راوند الإلقاء. ريما كانت صح 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 أنا والله بكرة رح انشر رقم شروفة عندي على الوات على الانستغرام. حيطلع هون الانستغرام فروحوا دقوله واذا بدكم حاكوا وبس بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. واكتبوا لي كمان بالتعليقات بدي اجازه بكره مشان احكي مع المتابعين. اكتبوا لي كمان بالتعليقات هل انتم كنتوا متوقعين مين يفوز رامي ولا اشرف؟ وكمان هل انتم كنتوا بتعرفوا هاي الشغلات عني؟ وبس بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.